يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، عليك وعلى أختك الحوراء زينب وعلى أمك الطاهرة فاطمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أأنسى حسينا بالطفوف مجدلا على ظمأ والماء يلمع طاميا، فوالله لا أنسى بنات محمد بقينا حيارى حيارى، يا قد فقدنا المحامي يا هناك انثنت، يعني في كربلاء هناك انثنت تدعو ومن حرق الجوى ضرام، غدا بين الجوانح وارياء، ولم أنس حول الصبط زينب إذ غدا تنادي بصوت صدع الكون عاليا عاليا، يا أخي يا هلال غاب بعدك مالي، فأضحت به أيام سعدي أخي، لم تذق من بارد الماء شربة وأشرب ماء المزن بعدك يا أخي، صرت مرمى للحوادث والأسى، فليتك حيا تنظر اليوم حاليا، ما شاء الله يا أخي.
اي لو ترى السجاد اضحى مقيدا اسيرا اسيرا اين يعاني موجع الضرب قاسيا فحاشاك ان ترضى لنا يا حواصرا سبايا بنا الاعداء تطويه يا الفيا فيا يا اخي عزيز علي يا ان اراك على الثرى عزيز عليك ان ترى اليوم ما يا ولتقل وسادة وسادة يا ناعي لو شفت شيعة وسادة اخبرهم بالجرع لي انا والله وسادة وسادة انا حسين الرمل صاير لا وسادة وسادة او ثلاث ايام مرمي على الوطية اولي او ثلاث ايام مرمي على الوطية انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الكلمات التي يصف بها الله سبحانه وتعالى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لا بد من الوقوف عندها والتأمل في هذا الوصف، لأن الواصف هو الله عز وجل، والموصوف هو أعظم مخلوق في هذا الكون، بل الذي خلقت الكائنات لأجله ولنور عينه. يا محمد لولاك ما خلقت الأفلاك، لا كان أرض ولا كان سماء ولا كان شمس ولا قمر ولا جبال ولا بحار ولا صغير ما خلق ولا كبير ما خلق إلا لأجلك. والقرآن الكريم يصف النبي، فهذا الوصف لا يمكن أن يمر على أذهاننا مرور الكرام، لا، يجب أن يقف الإنسان عند وصف الله ويتأمل في البعد الذي رسمه القرآن الكريم في تعريفنا على نبيه المصطفى. وإلا النبي هو أعلم من عليها، يخاطب علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني لا يوجد أحد في هذه الأرض ولا في هذا الكون أعلم من رسول الله، أعلى مقام بالعلم هو مقام النبي المصطفى، لكن القرآن لم يمتدح بعلمه. أشرف نسب في الكون الذي تقلب في أصلاب الأنبياء، الأصلاب التي يعبر عنها بالشموخ، الأصلاب الشامخة. الشموخ هو الذي لم يسجد لصنم قط، لأن إذا سجد الإنسان لصنم انكسر هذا الشموخ. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فطالما الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى معنى ذلك هو شامخ. فنسب النبي هو أفضل وأعلى وأرقى نسب في هذا الكون من أوله إلى آخره، يعني لم يأتي نسب أعظم من نسب رسول الله
بحيث تمشي بسلسلة النبوة إلى آدم في الأصلاب الشامخة، لا تجد أبا لرسول الله ولا جدا لرسول الله في كل هذه السلسلة قرابة 7000 سنة ورسول الله يتقلب في الأصلاب الشامخة من صلب إلى صلب، وهو نور، وكلما استودع نور النبي المصطفى في صلب أحد كان يظهر نور النبوة في جبين صاحب الصلب، حتى وصلت النوبة إلى عبد المطلب ويخاطب النبي عليا يقول: يا علي، كنت أنا وأنت نورا واحدا نحدق حول عرش الله قبل أن يخلق الله آدم 2000 عام، فلما خلق الله آدم استودعنا في صلبه فشع نورنا في جبين آدم، ولذلك أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم إكرام لنور النبي المصطفى ونور علي. ويقول له: ولا زلنا نتقلب في الأصلاب حتى وصلنا إلى صلب جدنا عبد المطلب، وهناك شاء الله انقسام هذا النور إلى قسمين، قسم في صلب عبد الله وقسم في صلب أبي طالب، فمن عبد الله جاء محمد المصطفى ومن أبي طالب جاء علي المرتضى. رغم هذه العظمة بالنسب، ناهيك عن الأرحام المطهرة أيضا، أيضا لا يوجد رحم حمل هذه النطفة من الأصلاب إلا وكان رحما مطهرا لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسه من مدلهمات ثيابها، شموخ من ناحية الصلب وشموخ من ناحية الرحم، فلم لا يمكن أبدا أن تجد نسب أعظم من نسب رسول الله، ورغم ذلك لم يمتدحه القرآن في نسبه. إذا أردت أن تنظر إلى شجاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، تأكد أن المعصوم يمتلك كل الكمالات الجسمانية والنفسانية، يعني الكمالات النفسية مكتملة عند المعصوم والكمالات الجسمانية مكتملة عند المعصوم. نحن الآن نقرأ أحيانا بعض ظواهر التاريخ، نجي نقرأ في تاريخ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فنقرأ عن شجاعته وبطولته، وكان إذا برز في القوم فرقهم، وكانت شجاعته لا تعادل أبدا، بل في مورد من موارد المعارك معركة أحد لما فر كثير من المسلمين وتركوا رسول الله على الأرض، وأبدى علي شجاعة أذهلت أهل الأرض وأهل السماء على حد سواء، ونزل جبرائيل وقف بين السماوات والأرض يمتدح سيف وساعد وبطولة وشجاعة علي بن أبي طالب، وهو يردد على مسامع الملأ، وكثير من الناس سمعوا هذا الكلام، إذ يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. جبرائيل يقول: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وعندما تأتي إلى شجاعة علي، هاي ظواهر تاريخية، يعني ما أظهره التاريخ، عندما أقول ظواهر تاريخية يعني ما أظهره لنا التاريخ، التاريخ لم يظهر لنا شجاعة الإمام زين العابدين، الظواهر التاريخية أظهرت لنا دعاء وعبادة الإمام زين العابدين، ولذا لقب بها زين العباد، سيد الساجدين، الإمام السجاد وصاحب مدرسة الدعاء. لكن لو كان الظرف ظرف حرب لوجدت الإمام زين العابدين عليه السلام لا يقل شجاعة عن جده علي ولا عن جده النبي، المعصوم مكتمل، شجاعته أبدا لا تنقص درجة، لأن المعصوم سماتهم واحدة. خصوصا نتكلم عن المعصومين، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة وحتى فاطمة الزهراء، لو قدر أن يرينا التاريخ من بأسها لوجدت تمتلك نفس الكمالات الجسمانية والنفسية والعلمية، إذن هم على حد سواء. فرسول الله صلى الله عليه وآله هو سيد الخلق وسيد الأنبياء وإمام الرسل، فإذا تريد أن تعرف شجاعة النبي صلى الله عليه وآله كن على هذه القاعدة، قاعدة أن المعصوم مكتمل بالكمالات الجسمانية والنفسية،
تعرف شجاعة رسول الله أنه لا يدانيها أحد، ولكن الله أراد للنبي أن يكون دوره دور لين، ويكون دور علي، دور علي دور صدمة على الأعداء. فالنبي كان لين على الأعداء، لين، حتى يقولون من صفات النبي لين العريكة، يعني بالمعركة لين، لأن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يكون ذلك. وكان إلى جانبه بطل الإسلام الخالد علي بن أبي طالب، السيف الذي هو سيف الله في الأرض، والذي يصدم به رسول الله الأعداء والمشركين والكفر الذين أرادوا ضرب الإسلام. وظهرت هذه المسألة في معركة الأحزاب، عندما صار يهددهم عمرو بن عبد ود العامري وينادي بجمعهم هل من مبارز، ويقول ألم تزعموا أن قتلاكم إلى الجنة وقتلانا إلى النار، فأين أحباب الجنة لأرسلهم واحدا تلو الآخر إلى الجنة، تعالوا تعالوا لي. والنبي يقول في المسلمين من لعمر، يعني من يبرز لعمر، وأنا أضمن له على الله الجنة. والجميع كما يعبر القرآن وصلت أرواحهم إلى حناجرهم من الخوف، هنا صارت من الخوف والرعب، لأن اسم عمر مو اسم عادي في الجزيرة العربية، مشرك نعم، كافر نعم، دنيوي نعم، ولكن بطل كان يعادل بألف فارس، فإذا صاح بقوم أرجفهم وأرعبهم. والنبي قل من يبرز لعمر وأنا أضمن له على الله الجنة، أنا الضامن، النبي الأعظم أنا الضامن. الجميع خافوا إلا هذا الفتى العشريني، 23 عام، 24 عام، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن شيخ البطحاء ابن بني هاشم، فارس ضرغام من بني هاشم، يقف بكل شجاعة وثبات وإيمان وقوة، يقول أنا له يا رسول الله، أنا أنزل، أنت تقول لهؤلاء مو مشكلة، أنا حاضر وأنزل. والنبي يجلسه ويكرر القول على مسامع القوم، من يبرز لعمر وله عند الله وله على الله الجنة وأنا أضمن له الجنة. ومرة أخرى يقف أمير المؤمنين ويقول أنا له يا رسول الله، ومرة أخرى يجلسه رسول الله ويصيح في المسلمين من لعمر وأنا أضمن له على الله الجنة. وفي الثالثة يقف علي بن أبي طالب وهم يرتجفون من اسم عمر ويقول أنا له يا رسول الله، فأعطاه النبي سيفه ذو الفقار، هذا السيف قدمه النبي لعلي وهو سيف ليس من سيوف الأرض، أعطاه لعلي عليه السلام وقال ابرز على اسم الله. ونزل الإمام علي راجلا وليس راكبا، وبدأ يبارز عمر بن عبد ود العامري بعد عدة محاورات ونقاشات. واحدة من هذه الكلمات أن عمر قال لعلي من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال أما خاف عليك ابن عمك من سيفي فأرسلك إلي؟ يعني مو خايف عليك أن أقتلك؟ الإمام علي قال لا عليك، ولكن سمعت عنك أنك كنت متعلقا يوما من الأيام بأستار الكعبة في مكة، وأنت تقول أيها الناس أنا عمر بن عبد ود العامري ما دعيت إلى ثلاث إلا وأجبت واحدة. صحيح، عمر يقول له صحيح هذا كلامي وأنا أتفاخر به، ما دعيت إلى ثلاث، يعني ما خيرت بين ثلاث إلا وأجبت واحدة. الإمام علي قال إذن أدعوك إلى الإسلام حتى يعرف المجتمع الإنساني أن الإسلام دين السلام، الإسلام مو دين حرب ولا دين قتال. عقيدة الجهاد وعقيدة القتال في الإسلام هي عقيدة للضرورة، وليس الإسلام دأبه الحرب، أصلا اسمه الإسلام أخذ من السلام، والمجتمع البشري ينشد وينشد السلام دائما. الحرب مسألة اضطرارية عند المسلمين، 83 معركة خاضها النبي، اقرأوا تاريخ هذه المعارك، هناك الآلاف من المحققين الذين كتبوا على مستوى المسلمين سنة وشيعة، كتبوا في هذه القضية وقالوا بأن المعارك التي خاضها النبي كلها كانت دفاعية، كلها يعتدون على الإسلام، يريدون كسر الإسلام،
فيهب الشباب المسلمين للدفاع وينطلق، تفرض عليهم المعارك مثل أي معركة في وطن من أوطاننا تفرض علينا، كما فرضت معركة التكفيريين، وكما فرضت معركة اليهود، وكما فرضت معارك كثيرة تفرض عليك فتهب للدفاع عن نفسك. وهذا مبدأ عقلي. فعقيدة الإسلام عقيدة السلام، حتى السلام بين الناس. تحية الإسلام ما هي؟ السلام عليكم، يقول له وعليكم السلام. ما معنى هذا؟ إذا نأتي ندرس هذه الكلمة، هو عبارة عن عقد اجتماعي بين المسلمين. السلام عليكم يعني لك مني السلام، أعاهدك أن لا ترى مني إلا ما تسلم به، أن لا ترى مني شرا أبدا. أقول السلام، ولذا وجب رد السلام، وجب لأنه عقد بين متعاقدين. أدخل من هذا الباب أقول السلام عليكم، يعني أيها الناس أيها المجتمعون أنتم آمنون من ناحيتي، وأنتم سالمون من ناحيتي، وليس عليكم مني بأس ولا شر أبدا. هذا معنى السلام عليكم، هذا معنى السلام. بعد تدرس قضية التحية الإسلامية، والتحية هي أول التحية هي أول عنوان الدين، السلام عليكم. ولذا كان المشركون وبعض اليهود إذا مروا جنب النبي لا يقولون له السلام عليكم، يقولون له السهام عليكم، حتى يشتبه الواحد بالسمع. السهام من السهم، السهام، أو يقولوا له السام يعني السم. السهام عليكم. بعض هؤلاء النبي ما يقولهم وعليكم السلام، يقولهم وعليكم كما ذكرتم، ترجع لكم، لأن عقد اجتماعي. فأوجب الإسلام رد السلام، تقول له السلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام. مثل ما أنت أعطيتني عقد بالأمان، أنا أعطيك عقد بالأمان. هذا دين الإسلام، دين التودد، دين المحبة. القرآن يعبر أجمل تعبير بأخوة الدين، وترى أخوة الدين أرقى وأعلى أخوة في عالم الوجود، أرقى من أخوة الدم، أرقى من أخوة الدم. مو يقول لك الشاعر رب أخ لك لم تلده أمك، ما معنى هذا الكلام؟ هاي أخوة الدين مو أخوة الدم. أخوة الدم ممكن أن تتنافر، ممكن أن يقتل أحدهما الآخر، كما جرى في قابيل وهابيل في أول نشأة هذه الأرض. أخوة الدم هكذا، لكن أخوة العقيدة أعوذ بالله. إذا تعاقد القلب على عقيدة وعقد الناس عليها يصبحون إخوة. القرآن ماذا يقول؟ إنما المؤمنون إخوة. ليش؟ وإنما أداة للحصر، وانتبه لي حبيبي، إنما أداة للحصر، يعني فقط المؤمنون، لأن عقيدتهم راسخة. ولذا كان المسلمون الأوائل هكذا، خصوصا الذين آمنوا بالنبي من المهاجرين من مكة، ومن الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين في المدينة، هنا كانوا على هذه الأخوة. وصل المهاجرون لا يمتلكون شيء، لا أموال، لا ثياب، لا طعام، لا بيوت. هاجروا في سبيل الله من مكة بعدما أراد المشركون طمس الإسلام وقتل المسلمين الأوائل. وصلوا إلى المدينة، الأنصار أهل المدينة أهل يثرب، هؤلاء الطيبون الذين احتضنوا رسول الله صلى الله عليه وآله، استقبلوا رسول الله واستقبلوا جميع المهاجرين من مكة من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله لما أجرى الأخوة بالمدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، انطلق من القرآن إنما المؤمنون إخوة. وهي الأخوة الحقيقية، ترى أخوة الدين وأخوة العقيدة وأخوة الإيمان. أنا أعرف ناس مسلمين عندهم أخ سافر إلى بلاد أوروبا أو بلاد كذا في الغرب، وبعدين تزوج امرأة يمكن مسيحية يمكن يهود ما أدري، وتغير قلب دينه من دين الإسلام إلى دين آخر. أهله أنا أعرف قالوا نشعر أنه لا يعنينا ولا صلة بيننا وبينه. حاولوا معه سنوات وسنوات، وتدخلت في هذه القضية. الشعور اللي عندهم شعور غريب أنه هذا ما يعنيهم. حتى الوالدة تقول ابني ولكن أشعر أنه لا يعنيني بشيء. سبحان الله، ليه؟ لماذا تقول؟ لأنه على دين آخر، ما أدري.
هاي أخوة، أقول أخوة الدين، أخوة العقيدة. يبقى أن التعامل بالأرض بين الناس وبين الأديان لا مشكلة، ما أتكلم عن التعامل والحياة المشتركة والعيش بين الناس، بالعكس يمكن أن نعيش ونتآلف مع أي دين آخر، مع المسيحيين مع غير المسيحيين ممكن أن تتعايش. ما أتكلم عن الأخلاق والتعايش، لا، أتكلم عن عقيدة الأخوة أو أخوة العقيدة. أخوة العقيدة وأخوة الإيمان رابط قوي جدا إلى أبعد الحدود. فالإمام علي قل لعمر بن عبد ود العامري أدعوك إلى الإسلام، لأن الإسلام دين السلام. فيقول لعمر، يقول لحفر الآبار بالإبر، شايف شايف صعوبة المثل، يقول أنا أروح أحفر بالصحراء آبار وبالإبر، بالإبر، إبر شوك السعدان، إبر حديد، إبر معدن مادن. يقول لحفر الآبار بالإبر أهون علي من أن أدخل الإسلام وأنطق بشهاداتكم. إمام علي يقول لا عليك، أدعوك الثانية، الخيار الثاني، مو أنت تقول ما دعيت إلى ثلاث إلا وأجبت واحدة. الثانية أدعوك أن تعود من حيث أتيت، لأننا أيضا لا نريد الحرب، ارجع وما نريد الحرب ولا نريد دماء. عمرو يقول له أو تريد أن تسخر مني قريش حتى تقول جبنا عمرو ابن عبد ود العامر، يقولون عني جبان، هموم هموم الدنيا فقط، لكي لا يقولوا عنه جبان لازم يذبح الناس ويقتل الناس. أما عقل ما موجود، عقل عقلية رجعية جاهلية. يقول له أو تريد أن تسخر مني قريش، يعني همه نفسه واسمه فقط، مو المجتمع. هاي مو قيادة، هاي قيادة فاشلة. القيادة الناجحة التي تعيش هموم الناس، هموم الفقراء، الذي يتنازل عن بعض القضايا من أجل حقن الدماء. القيادة المعصومة، اقرؤوها في تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام، بقي 25 سنة بعد رسول الله حقه مسلوب، ويروي لك في نهج البلاغة في خطبته يقول فصبرت على طول المدة وشدة المحنة، صبرت وتفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء. الإمام علي أكو بطل أعظم منه؟ موجود شجاع أشجع من علي بن أبي طالب؟ لكن صبر، لماذا؟ لأن هو قائد قيادة معصومة حقيقية تعيش هم الإسلام وهم الأمة لا هم الذات. ولذا الإمام الحسن عليه السلام وقع الصلح مع معاوية، قال له بعض من شيعته يا مذل المؤمنين أذليتنا؟ الإمام الحسن قال لا، بل معز المؤمنين، أنا اللي أعطيتكم العزة، أنتم ما تعرفون، ما لا ترون ما خلف الحجب وخلف الغيب، أنا أعرف كل المشروع وإلى أين يؤدي، ما صنعته ينفع مشروع الإسلام، ما عليكم بي وصلت إلى كرسي الحكم أو ما وصلت، مو هذه الغاية، الغاية بالوصول إلى كرسي الحكم حفظ الإسلام. فلما أصبحت بين الشرين اخترت أهون الشرين وهو الحفاظ عليكم، بل معز المؤمنين مو مذل المؤمنين، أنا المعز المؤمنين. والله لو لم أفعل ما فعلت، هاي كلمة الإمام الحسن، لو لم أفعل ما فعلت لما بقي منكم واحد يعبد الله في هذه الأرض، لأن المشروع الأموي أنتم مو شايفين، مشروع كان ضخم ضخم وبدأ يتضخم ويتضخم إلى أن وصل إلى يزيد بن معاوية. فرأى الإمام الحسين أن الدور الآن والنافع للإسلام الآن هو بذل الدماء على قاعدة لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، وانطلق. ولله در الشيخ محسن أبو الحب صاحب البيت المشهور الذي عقد على لسان الحسين عليه السلام، كأنه عقد على لسان أبي عبد الله، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، وقدم نفسه الحسين. المعصوم، القيادة المعصومة تبحث عن ماذا؟ تبحث عن هذا الاتجاه، مصلحة الدين ومصلحة كل شيء. الإمام علي سلام الله عليه لما هجموا على داره وجاءت فاطمة الزهراء من خطبتها وقالت كلمات لأمير المؤمنين، يقول الراوي الزهراء تخطب بالمسجد والإمام علي في الدار في البيت وهو ينتظر وفودها عليه وطلعتها، وفودها إليه وطلعتها عليه،
وصلت وقفت بالباب، اقرأوا التاريخ، تقول له يا ابن أبي طالب اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني، ولقد أجهد في خصامي فألفيته الألد في كلامي، حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها، خرجت كاظمة وعدت راغمة، أضرعت خدك يوم أضعت حدك، افترست الذئاب وافترشت التراب، ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا، ولا خيار لي، ليتني مت قبل هنيئتي ودون مذلتي، عذيري الله منه عاريا ومنك حاميا. تقول لي يا علي مات العمد ووهن العضد، شكواي إلى ربي بلواي إلى أبي. الإمام علي سلام الله عليه في الرواية أنه أخذ السيف ولبس القباء الأصفر، وكان لا يلبسه إلا لكريهة، يعني لحرب، ما يلبس القباء الأصفر إلا إذا الإمام علي نوى على الحرب، فأعطاها الجدية، يقولها أنت أؤمري ماذا تريدين. أخذ السيف ولبس القباء الأصفر وخرج من الباب وقال لها يا فاطمة وحق أبيك رسول الله، إذا خرجت وأعملت فيهم سيفي، إذا أعمل سيفي برقابهم، والله يا بنت رسول الله لا أبقي منهم ديار، ما يبقى واحد. شايف المدينة كلها أضع سيفي بها وأنا علي بن أبي طالب، لا أبقي منهم ديار. قادر مو عاجز، ولكن لا يبقى اسم لأبيك على مئذنة يذاع. ماذا تقولين؟ قالت حسبي الله ونعم الوكيل. أصبر، المشروع مشروع دين، القيادة المعصومة هكذا تفكر، مو مثل قيادات الزمان، ومو مثل قيادة عمر ابن عبد ود العامري. أو تريد أن نسخر تسخر مني قريش حتى تقول جبن عمر ابن عبد ود العامري؟ هكذا. اقرأوا اقرأوا هذه صفحات التاريخ أيها الشباب، سلحوا أنفسكم بمفاهيمكم وعقائدكم حتى تكونوا زينا للإمام الصادق عليه السلام، حتى يقول الناس رحم الله جعفرا علم شيعته وأدب شيعته. هاي كلها مفاهيم. فالإمام علي يقولها يا بنت رسول الله لو أعملت فيهم سيفي. ولذا رواية هاي الآن على ذهني إجت، سبحان الله، الإمام زين العابدين بعد ما رجع من الشام مع عماته وأخواته من السبا ومن الأسر، وإجى للمدينة ودخل بشر بن حذلم وصار ينعى الحسين يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج والراس منه على القناة يدار، ضجة المدينة بأهلها وصار بكاء. إجى واحد للإمام زين العابدين يقول له يا ابن رسول الله الآن رجعتم من الأسر، خرج الحسين بأهله وعائلته من المدينة ووصلتم إلى العراق إلى كربلاء، وقتل الحسين وأصحابه وأهل بيته وشباب بني هاشم، وذبح حتى أطفاله، وسلب رحله، وسبيت نساؤه، والآن رجعتم، هسه من المنتصر؟ يسأل الإمام سؤال، يقول له من المنتصر الآن؟ أنتم، يزيد بن معاوية، صارت معركة، معركة الطف، معركة عسكرية كبرى، وكان فيها من الأبطال والشجعان ما صارت تضرب الأمثال بشجاعة مخيم الحسين في كربلاء، هسه من المنتصر؟ الإمام زين العابدين التفت له قال الآن انتظر إذا حل وقت الصلاة، إذا إجا وقت صلاة الظهر لو الصبح لو المغرب لو العشاء لو كذا، انتظر إذا جاء وقت الصلاة وسمعت المؤذن يقول الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، تعلم من المنتصر. شوف هنا دائرة أهل البيت، الانتصار مو انتصار عسكري، مو أبقى على قيد الحياة حتى لو الشعب كله والدين يقتل ويموت، لا، الانتصار بقاء الدين. لذا لما أقول لك القيادة المعصومة ما إلها مثيل بالأرض، ما في مثلها، قيادة المعصوم قيادة خاصة من الله عز وجل، مهما بلغ أحبتنا وقادتنا وكبراؤنا وعظماؤنا مهما بلغوا،
بس ما يصلون إلى فهم القيادة المعصومة العظمى أبدا. يقول للإمام إذا أذن المؤذن، معاوية كان دائما يسب علي بن أبي طالب حتى بعد استشهاد الإمام علي، يأمر خطباء المساجد، يأمر الناس، يأمر كل أصحابه أن إذا صعدتم منبر افتتحوا كلامكم بشتم وسب علي واختتموا كلامكم بسب وشتم علي، وسموه الذكر. هذا الذكر صار واجب عندهم. بعد استشهاد الإمام علي بعشرة خمسة عشر سنة اجا واحد قال يا أمير، واحد من أصحاب معاوية قال له يا أمير إسا أنت انتصرت وأخذت الخلافة وأخذت الحكم، والإمام علي قتل في محراب الكوفة قبل 15 سنة وخلاص، لماذا ما زلت تسب علي؟ مو أنت المنتصر؟ التفت إليه معاوية قال ويلك، أتزعم أني منتصر؟ أننا انتصرنا وما زال اسم جدهم على كل مئذنة يذاع. يا هاي اسم جدهم على كل مئذنة يذاع، هذا محور النصر بالقيادة المعصومة. فعمر بن عبد ود العامري يقول للإمام علي أطلب منك أن تعود من حيث أتيت. يقول لعمر بن عبد ود العامري أو تريد أن تسخر مني قريش حتى تقول جبنا عمر بن عبد ود العامري؟ الإمام علي قال إذن لك الثالثة. قال ما هي؟ قال أدعوك للقتال. خلاص بعد لا إسلام تريد ولا سلام تريد وإلا مصمم معاند، فأنت علاجك السيف، أدعوك للقتال. عمر نظر إليه قال لا أحب أن أهريق دمك، واحد واثق من نفسه تعرف، قال لا أحب أن أهريق دمك يا ابن أبي طالب. الإمام علي قال الآن ولكني أحب أن أهريق دمك. وارتفعت الغبرة عن قتال ومعركة، من جلت الغبرة إلا عن مشهد عمر بن عبد ود العامري بالأرض صريع وأمير المؤمنين واقف ورافع سيفه. فكبر علي وكبر المسلمون وكبر النبي، وهذه التي قال فيها النبي برز الإيمان كله. شوف لما يقول لك الإيمان كله يعني علي بن أبي طالب القيادة المعصومة هو الإيمان كله. برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وكبر المسلمون، ورجع الإمام علي بأبي وأمي إلى ساحة المسلمين منتصر في تلك اللحظات، وقالوا له يا علي لما تركت سلبه؟ لما لم تسلب عمر درعه وسيفه؟ قال وجدت الرجل من كبار قومه فخشيت أن أهتك حرمته فتركته. ما أحب أن أهتك حرمة الناس حتى لو كان مشرك وكافر. ترك علي بصمة أخلاق الإسلام على جسد مشرك كافر، حتى جاءت أخته نظرت إليه، أخت عمر نظرت إلى أخيها مقتول ولم يسلب ولم يمثل بجسده، قالت من قتل أخي؟ قالوا علي بن أبي طالب. قالت لعمري شهادة صدق كفء كريم. أخت عمر تمدح الإمام علي تقولهم صدقا، لعمري هو كفء كريم، هذا الرجل يستحق أن يمدح، قتل أخي حساب آخر، ولكن آثار يديه آثار أخلاق، آثار قيم، آثار كرم، آثار نبل، نبل نبيل هكذا. أتقولهم لعمري هو كفء كريم، ثم جعلت تنظر إلى أخيها وتقول الحمد لله أنك قتلت بسيف شجاع وذي أصل وكرم وأخلاق، لو كان غير علي بن أبي طالب قاتلك والله كنت أبكي وأنوح عليك وأشق جيبي و ألطم رأسي عليك. لو كان قاتل عمر غير قاتله، هذا شعرها، شعر أخت عمر، لو كان قاتل عمر غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد، لكن قاتله من لا يعاب به، من كان يدعى أبوه بيضة البلد. هاي إشارات. القرآن لم يمدح النبي صلى الله عليه وآله بشجاعته، إنما ترك كل هذه الميزات وإجا إلى النبي يمدحه بأخلاقه. قل له وإنك لعلى خلق عظيم. بالأخلاق تسود الأمم، بالأخلاق تحيا المجتمعات، بالأخلاق نوصل دعوتنا وصوتنا إلى كل العالم، بالأدب نستطيع أن نرفع راية الإسلام ولواء الإسلام. تاريخ أهل البيت، تاريخ النبي. القرآن الكريم يقول يا رسول الله
أنا بعثتك بجزيرة عربية أهلها أجلاف. تعرف أجلاف أهل مكة؟ أجلاف أهل مكة كلها قبائل وكلها غارات وكلها قتل وكلها مسائل ما تسوى أصلا. حتى النساء تطوف حول بيت الله عارية والرجال يتعرون ويطوفون حول بيت الله. هذا قبل الإسلام بالجاهلية. وكثير من نساء مكة كنا قد نصبنا الرايات على بيوتهن للفاحشة والرذيلة. مجتمع معقد، كيف يمكن لرسول الله أن ينتج في هكذا مجتمع وأن يبلغ أسمى معاني الفضيلة وهي معاني الإسلام، أسمى المعاني، كيف يمكن أن يبلغهم؟ لو كان النبي قاسي ومثلهم أعوذ بالله نفروا منه وهربوا منه. يقول القرآن أنت يا رسول الله ميزتك أنك كنت لين وكنت صاحب أخلاق وكنت صاحب آداب وكان وجهك يمتلئ بالبشر والسماحة والحب، ورسول الله كان وجهه بشوش، وهو الذي يقول المؤمن هش بش، يعني بشوش طيب المؤمن. يقول القرآن لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت ميزتك أنك كنت طيب ولين القلب. لو كنت فظا مثل أبو جهل والعياذ بالله ومثل أبو لهب ومثل فلان وأبو سفيان وهذا 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 أصلا ما أخذت واحد من مكة، ولكنك لأنك كنت طيب ولم تكن فظا ولا غليظ القلب ما انفضوا من حولك، بل اجتمعوا حولك كأنهم الفراش حول السراج وأنت السراج المنير يا رسول الله، وتحملوا معك الصعاب وقبلوا بالصعاب والضغوطات والحصار الذي حدث على النبي في بداية الدعوة حتى حبسوهم في شعب أبي طالب، تحمل المسلمون. وجعفر ابن أبي طالب أخو الإمام علي هو الذي قاد أكبر هجرة من مكة باتجاه الحبشة، وقال لهم النبي اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وذهب جعفر وأخذ جماعة من المسلمين ووصل إلى ملك الحبشة وأعلمه بحال النبي وقرأ له من قرآن النبي المصطفى كلاما عن عفة ونزاهة وطهارة وقداسة وعصمة مريم. وملك النجاشة آنذاك نصراني مسيحي، جعفر يقرأ للقرآن الكريم من سورة مريم والنجاشي دموعه تجري على خده يبكي يسمع مريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يقول لا، بهذا جاء نبيكم يحدث عن المقدسة الطاهرة عندنا مريم أم نبينا عيسى. يقول لا اي والله، هذا القرآن، هذا القرآن هو دعوة لكل العالم. ويسمع النجاشي: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. الله أكبر، ويبكي وجعفر يقرأ، وجعفر قلبه لله، قلبه طاهر. جعفر اللي يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله يوم استشهد بمعركة مؤتة: إن الله أبدله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. هذا جعفر. فالنبي أبو القيم والأخلاق وأبو المبادئ. ولذا لما تقرأ كربلاء وتقرأ تاريخ كربلاء تشوف الإسلام وين. الحسين أسقى عدوه ماء ورشف خيله ترشيفا وكان يعظهم في كل لحظة، لكن هؤلاء الذين قتلوا الحسين على رمضاء كربلاء ما تركوا عليه شيء، سلبوا ثيابه، أخذوا عمامته، أخذوا قلنصوته، أخذوا سيفه. واحد إجا أخذ النعال، نعال حذاء الحسين أخذه، ما تركوا عليه شيء. حتى جاء الجمال اللعين أراد أن يأخذ الخاتم من أصبع الحسين، ما استطاع لتجمد الدماء، أخرج خنجرا وقطع أصبع الحسين. وجمال آخر، جمال كان استأجره الحسين حتى دخل كربلاء معه. إذا إجا هذا الجمال يريد أن يأخذ ثياب الحسين التي إذا رفعها تظهر سوءته والعياذ بالله، وتدخل الله يقول: شعرت أن الأرض ترتجف عندما مددت يدي على هذا الثوب. هذا الثوب يوم العاشر الحسين نادى أخي زينب: إلي بثوب قديم لا يطمع به أحد. فجاءته بتبان، نظر إليها قال: هذا لباس من ضربت عليه الذلة يا أختاه، آتيني بغيره. فجاءته بغيره،
فخرقه الحسين، أخذ خنجر وخرق الثوب، مزقه قليلا ولبسه تحت ثيابه. قالت زينب: لما تصنع هكذا؟ قال: أخاف إذا قتلت أن يأخذوا ثيابي لكي لا يطمع بهذا الثوب أحد، فلا أبقى عاريا، يعني لا أبقى عاريا. العراء اللي نتكلم عنه للحسين هي الثياب الخارجية، ولكن الله سبحانه وتعالى يستر عظمة الحسين ويستر مهابة الحسين، فيقولها هذا الثوب، هذا الجمال إجا يريد هذا الثوب الممزق الداخلي. وإذا يقول: شعرت وكأن الأرض ارتجفت. يقولون بعدين شافوه بمكة متعلق بأستار الكعبة ويبكي وهو أعمى، ويقول: إلهي إلهي أسألك غفران ذنبي وإني على يقين أنك لن تغفر ذنبي. اتجمع الناس بمكة قالوا له: يا عدو الله، أنت آيس من روح الله؟ حتى الشيطان إبليس ما أيس من روح الله، ما أيس من رحمة الله، أنت إلى أي درجة ذنبك؟ فجمعهم وهو أعمى، جلس قال: أروي لكم، أقول لكم، أنا كنت جمال واستأجرني الحسين، وكنت في الطريق دائما لما يتوضأ، لما يغسل يديه، لما أنا أنظر إلى ثوب كان يعجبني في ملابس الحسين، إلى أن صار يوم العاشر ورأيت الحسين على الأرض قتيل، وسلبوا ما خلوا عليه شيء، فقلت أنا أأتي إلى هذا الثوب وأخذه عن الحسين طالما الحسين ميت. فلما دنوت منه وإذا قد عقده الحسين عقد متعددة، فمددت يدي، يقول أنا نمت بين القتلى حتى لا يلتفت إلي جيش عمر بن سعد، فحللت العقدة، حللت العقدة الأولى ومددت يدي لكي أنزع هذا الثوب، يقول: والله رأيت يد الحسين وهو بلا رأس قد ارتفعت ولزمت يدي، فما استطعت أن أصنع شيء، فأخرجت وجدت كسرة سيف فأخذتها وقطعت يد الحسين. هاي رواية. يقول: وكذلك مرة ثانية إلى أن وصلت، حللت العقد وأردت أن أنزع هذا الثوب كليا. يقول: شعرت كأن الدنيا ماجت يمينا ويسارا، ماجت بي الدنيا، وشعرت أنه كأن القيامة قامت، فتركت الجسد وقعدت إلى جانب، وإذا أجد نور وصل إلى جسد الحسين. هو بمكة يروي لهم، يقول: وإذا نور لحق بجسد الحسين نظرت وإذا أفواج وأفواج من الملائكة يبكون ويقولون: السلام عليك يا أبا عبد الله. وإذا امرأة أقبلت ترتدي السواد، نظرت وإذا ثلاثة رجال، نظرت وإذا بهم رسول الله وعلي والحسن، هاي المرأة فاطمة. يقول: نظرت فاطمة إلى ولدها وهو بلا رأس، التفتت إلى رسول الله، قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أصبغ شعري بدماء، أخضب شعري بدماء الحسين؟ قال: أخضبي ونحن نخضب. يقول: رأيت هاي المرأة تأخذ من دم نحر الحسين وتصنع على رأسها هكذا. يقول: رأيت النبي، بارك الله بكم، هاي الدمعة الطاهرة، رأيت النبي يخضب لحيته بدم ولده الحسين، رأيت عليا يخضب لحيته، رأيت الحسن يخضب لحيته. هذا عالم يروي لهم بمكة بالكعبة، يروي لهم الرواية، يقول لهم هكذا إلى أن تقدم نحوي رسول الله. قال: يا عدو الله، ماذا صنعت بولد الحسين؟ قال: يا رسول الله، أردت هذا الثوب من الحسين، فمد يده ومسك ثوبه لكي يمنعني، فوجدت كسرة سيف فقطعت يده، حللت العقدة الثانية أردت أن أنزعه، وإذا بيده الأخرى قد مدت لتمسك الثوب، فوجدت هذه كسرة السيف فقطعت يديه، أنا الذي قطعت يديه. فقال: قطع الله يديك ورجليك. النبي يقولهم، قال لي النبي: قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك. ثم جاء طلب ملاك، إجا ملاك معاه كأنما سيف من نار، قربه من عينيه، فمن تلك اللحظة وأنا لا أبصر أمامي شيء، وأنا عارف أن الله لا يغفر لي هذا، على يقين أن الله لا يغفر لي. فبدأوا يلعنونه في مكة ويقولون: خسئت يا قاتل الحسين. وبأبي وأمي، هو ناقل الرواية، هو يقول: فاطمة شفتهم هكذا على جسدي أبي عبد الله الحسين، وتبكي فاطمة وتخاطب نحر ولدها، سامعين الزهراء تخاطب نحر ابنها،
تقلهم احاكي منحر ولادي ونينك يا ابني عذبني يا نور العين سولف لي شنه اللي يوجعك يا ابني. اي احاكي يا منحر ولادي ونينك يا ابني عذبني يا نور العين سولف لي شنه اللي يوجعك يا ابني. تسولف لكم الزهراء وتحكي مع الحسين تقل له افتر وحدي بالليل وامشي على الجدم قوه اويلي على فاطمه ضلع مكسور وتمشي بكربلاء. تقلكم افتر وحدي بالليل وامشي على الجدم قوه يا ابني اشوفك وذر فوق القاع اقول ان هو مو هو. اويلي والله تقل له وش عند الشمر وياي هيك بمنحرك سوى انا شم سويت لا مدري وبيادين يطلبني. والله تقلكم يا ابني فرشت عبايتي على القاع يما فرشت عبايتي على القاع يوم العاشر بعاشور قلت يا ابني ألم جسمك لقيت ايش كم ضلع مكسور. ويلي والله يما لقيت شوية من جبدك لقيت الخنصر المبتور اني لقيت على الشريعة جفوف والعباس شيبني. تقل له رحت يا ابني على صوب القوم وردت اعتب على العدوان اعاتبهم اقلهم هكذا صنعتم بولد الحسين هكذا صنعتم بريحانة رسول الله هكذا صنعتم بالحسين. تقل له رحت يا ابني على صوب القوم وردت اعتب على العدوان باوعت على رجل الخيل قميصك بالحوافر شا قمت الطم على راسي وصيح حسين يا عطشا. هكذا في كربلاء يروي هذا اللعين ما وما رأى فما بالك بزينب سلام الله عليها في تلك الليلة ليلة الموحشة الليلة الصعبة لما دنت إلى قبر الحسين ورأته جسد بلا رأس. يقول الراوي انحنت تقبل أخاها الحسين ولكن البنت تقبل أخاها على خده أو على جبهته. إذا كان الأخ بلا رأس أين قبلته زينب؟ الراوي يقول انحنيت على نحر أبي عبد الله وقبلت نحر الحسين. تقل الخيم يا حسين محروقة ونهود علي الليل راسك راح للكوفة او جسمك رض ظن الخيل. حسين يا حسين حسين يا بعد ما عمر المجلس وين الصيحة لا تخجل هاي الصرخة مرحومة. والله حسين يا حسين حسين يا حسين بعد مرة حسين ما شاء الله حسين يا وزينب تخاطب أمها الزهراء سيدتي حاضرة أو مو حاضرة
والله صاح يا محسن يما تعالي، والله تعالي تعالي دشوف في كربلا اش سوت بحالي، يما انا طلعنا من المدينة براس عالي واخوتي عن يميني وعن شمالي. اويلة تخاطبها امها الزهراء تقلها بنية زينب ليش انا مو حاضرة؟ حاضرة. تقلها يمي يا يمه مو بعيدة زينب انا عندك ويم الحسين، والله زينب يا يمه مو بعيدة انا شفت حسين من حزة وريدة. اويلي يما يا زينب ثلاثة ايام ساكن البيدة انا نوبا ادور اصبع ايدة، اذا الك حالة تفضل ونوبا ادور شاي وهكذا تخاطب أباها علي تارة بعد أمها فاطمة. تقلها يا علي، تقل يا علي هذا راس وهاي ايد وهاي عين، وهذا عباسك بلا راس وايدين، وهاي جثة بلا غطاء هذا الحسين، شاجبت وصلت سما لابنك رداء حيدار. بويا بويا حيدار، يا حيدار. بعض الاخوة والشباب طالبين مني قصائد، ان شاء الله الليالي امامنا وما رح اترك شيء بخدمة الحسين الا واجي به قلوبكم. ايها الاحبة، ايها الشباب، ايها البكاؤون على الحسين، انت تعرف مقامك لما تبكي على الحسين؟ تعرف شنو مقامك؟ الامام الصادق يقول: الا صلى الله على الباكين على الحسين. مقام 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 رفيع. الا صلى الله على الباكين، اللي يبكي اللي يبكي. الامام امام معصوم يقول: الا صلى الله على الباكين على الحسين. الله اكبر، مقام الدمعة. ما احد، قليل من الناس تعرف مقام الدمعة. الامام الرضا يقول: اذا واحدكم بكى، الامام الباقر عفوا يقول: اذا واحدكم بكى على الحسين حتى خرجت من عينه، مو دموع، هاي دموع كثيرة الحمد لله، دمعة بمقدار جناح بعوضة، جناح ذبابة، غفر الله له بها ذنوبه ولو كانت اكثر من زبد البحر. ولذا زينب تخاطب اباها تارة وتخاطب امها تارة، وليلة العاشر وين راحت؟ تصيح: عباس ما يجاوب، حسين ما يجاوب، اخي ان كنت حيا فادركنا وان كنت ميت فامرنا وامرك الى الله. ماكو جواب. وقفت بينهما تخاطب امها الزهراء، تقلها: بقيت محايرة يما لوحدي واصفج الجفين، لا عباس ظل عندي يا يما ولا لحسين. يا زينب، يا زينب، يا زينب، صوتك صوتك، تفاعلك رائع رائع. يا زينب، تقلها: ما بيني الصفا ومروى تسعى بالحجيج الناس
وانا زينب صرت اسعى بين حسين والعباس وياه اللي اصل يمه واشوف جسمه بلا راس واصيح بصوت يا ابن امي واصيح بلو عتي وهمي واولي على المظلوم على المظلوم واولي يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب إلك إلك بعد تخاطبها تقلها مثل ما تفتدي الحجاج مو كل حاج يقدم فدو مثل ما تفتدي الحجاج تقدم لي الذبح قربان أنا القربان قدمته أخويا المين ذبح عطشة وبعدين تخاطبكم زينب تسمع خطابها لكم تقلكم زينب من زمان ميتة يا زمان زينب من زمان ميتة يا زمان متت ويا الحسين طرب نفس المكان متت ويا الحسين طرب نفس المكان اي والله يا زينب هذه زينب ومن قبل كان بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدقوا الأنذى قالوا يا الله بارك الله بكم أحبتي الوجوه الطيبة شبابنا أبنائنا فليحضروا هذه المجالس تربية تربية هذه المجالس تربوية اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وأنت الحميد بعلي وأنت الأعلى بفاطمة وأنت الفاطر بالحسين وأنت قديم الإحسان لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا جائعا إلا أشبعته ولا فقيرا إلا أغنيته اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله اللهم ارزق اخواني اللي ما عندهم اولاد وذرية بذرية صالحة يا الله اللهم اشفي مرضانا مريضا مريضا من كان مريض كل واحد منا عنده مرضى الهي بهذه الليلة وبحرقة قلوبنا على زينب ودمعتنا على فاطمة ان يمن على مرضانا بالشفاء العاجل يا الله سيما من اوصاني بالدعاء شاب اسمه ياسر واخت وشاب اسمه ليث اللهم من عليهما بالشفاء العاجل يا الله اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله اللهم احفظ مراجعنا العظام علماءنا الاعلام سيما اخي الحاضر بيننا وجميع العلماء والاحبه اللهم وفقهم إخواني المؤسسين لهذه الحسينية المباركة ارحم أمواتهم برحمتك الواسعة يا الله
الباذلين والعاملين والمؤسسين والحاضرين والحاضرات والمؤمنين والمؤمنات، منا إلى أرواح الجميع ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى، ثواب الفاتحة مع الصلوات.